منظمة أوفيد واستجابة لنداء مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري لتقديم العون والمساعدة لضحايا الحرب والصراع المسلح في اليمن، حيث تم إقرار مشروع تقديم خدمات صحية نفسية إسعافية متخصصة لعدد 400 من الأفراد الأشد تضرراً وفقراً في اليمن. وقد وفر المشروع الدواء والعلاج النفسي المجاني لمئات من المرضى الأشد فقراً وتضرراً في 5 محافظات يمنية. محافظة صنعاء، التنمية والإرشاد الأسري يشكر على هذه الحملة، سواء في تقديم الأدوية النفسية للمرضى وبتخفف معاناة المواطن اليمني، بتخفف معاناة المريض النفسي بما أنه غير قادر على شراء العلاج، فحكاية توفير العلاج لهم يساعد كثير على تقليل البطالة وتقليل الأمراض النفسية وقدرتهم على مواجهة الحياة والمستقبل، والمحافظة أيضا على بناء الأسرة وتقليل العنف فيما بينهم. أولا نشكر مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري على تقديم هذه التوعية الإنسانية وكذلك الخدمات للمرضى في هذا المخيم الطبي الأول، وإن شاء الله أن يكون المرضى في صحة وعافية، ونتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله، ونشكر الأطباء والعاملين في هذه المؤسسة. محافظة عدن. علي نعمان، اختصاصية نفسانية كلينيكية منسقة في محافظة عدن تبع المؤسسة، مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، بالشراكة مع منظمة أوفيد نتقدم لها بالشكر إنها ساهمت في تقديم العلاج الطبي للفئة المستهدفة والذي عددها في محافظة عدن 38 مستفيد، لكن لما عملنا الإعلان وجدنا إنهم المتقدمين صار عددهم اليوم خاصة اليوم 60 مستفيد. محافظة عمران. نشكر مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري على نزولها إلى محافظة عمران وتقديمها للخدمات الطبية والنفسية لذوي الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين، ونشكرها أيضا لتعاونها وتقديم العلاج بشكل مجاني، حيث نأمل منها أن تكرر هذا العمل والنزول لجميع المحافظات، ونشد على أيديها بأنها تقوم بهذا العمل المجاني الوطني في ظل هذه الأوضاع الراهنة. دكتور عارف المنصوري، نائب عميد كلية التربية لشؤون الطلاب. في البداية نشكر نزولكم إلى كلية التربية عمران لتقديم الخدمات المجانية لطلاب الكلية والمجتمع المحيط بمحافظة عمران، نظرا للظروف التي يمر بها اليمنيون كافة والطلاب بصفة خاصة. محافظة تعز. بالأول أحب أرحب بكم بجامعة تعز فرع الحوبان، وأني أشكر مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري لهذه اللفتة الكريمة، وأتمنى لكم التوفيق والتقدم المستمر إن شاء الله. محافظة حجة. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمود حميد الشمط، مدير التدريب والتأهيل بهيئة المستشفى الجمهوري بحجة. نشكر كل الأخوة العاملين في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري على دورهم الفعال في حضورهم وحضورهم المتميز وكذلك الإنساني لدعم أبناء المحافظة، وخاصة في هذا الجانب كجانب إنساني في الحالات النفسية لما يعانيها المواطن اليمني أو أبناء المحافظة. قامت المؤسسة وعبر فريقها المتخصص بتقديم خدمات الاستشارة النفسية، علاجات مجانية، محاضرات توعوية إلى العديد من المواطنين المتضررين نفسيا من الحروب والصراعات المسلحة. المؤسسة تمتلك فريقا طبيا متميز
ذو كفاءة عالية لتقديم أرقى أنواع الخدمة النفسية والاستشارية. الشكر والعرفان لمجلس إدارة أوفيد ومديرها العام السيد سليمان جاسر الحربش الذين تفاعلوا بشكل إيجابي وسريع مع نداء المؤسسة. المؤسسة عازمة على مواصلة جهودها للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطن اليمني.